بدايتي مع البيت الكبير النادي الاهلي طبعا انا اتشرف ان انا انتمي اليه. كنت لعيب في مركز الفش وبعدين بني سويف في الدرجه الثالثه، وبعدين كان في ماتش في العيد القومي ما بين النادي الاهلي وبني سويف، وعملت ماتش كويس اليوم ده، فخدني عم عبد البقال الله يرحمه على هنا على النادي الاهلي على بيته على طول. قال لي لا مش هسيبك، انا اخترت النادي الاهلي مفيش كلام يعني. وجيت مثلت النادي الاهلي من 79 لحد 92 91 92. شاركت طبعا في 7 دوري عام و5 كاس مصر و5 افريقيا وبطوله واحده افرسيه. كنت الحمد لله اساسي، اتعلمت مدربين كتيره جدا فادتني طبعا، من اولهم مستر كوتي مدرب العالمي، مستر كالوتشاي مش كلام، بعد كابتن محمود الجواري، كابتن طه اسماعيل. وجيت لقيت نجوم على اعلى مستوى، نجوم كبيره، ناس محبه، ناس محترمه، ناس جميله بتساعد الصغيرين، وهي هو ده الكيان. كل واحد بيخش الكيان عاوز ينجح، بيحافظ على اسم الكيان. دي منظومه النادي الاهلي واسره النادي الاهلي. عكسيه ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. طب ايه يا سيد؟ طب ايه يا سيد؟ تمتع طب ايه يا سيد؟ بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. كنا مرتبطين ببعض، الجمهور مرتبط باللعيبه، بالاداره، بالجهاز الفني، 4 مع بعض. نيجي هنا نقعد في النادي مثلا، كان يقعد معانا الكابتن صالح سليم الله يرحمه، الماستر بنفسه يقعد وينصحنا، يوجهنا ويقعد معانا ويشرب الشاي. كان كنا نقعد كابتن حسن حمدي اللي كان مدير كوره. فاسره النادي الاهلي طول عمرها في ترابط، تماسك، اسره محترمه، بيبقى عندها اهداف بتشتغل عليها خلال الموسم. ايه هدفها؟ البطولات. الاول بطوله افريقيه للنادي الاهلي سنه 82 كوتوكو بطل غانا. الماتش انتهى 3-0 وفرقه جامده جدا. وشوف بقى ال 120,000 اللي كانوا موجودين. وبعدين لما رحنا غانا، وبعدين رحنا بطياره خاصه، وبعدين طياره حربيه، وبعدين كان فيها كل البعثه والناس، وبعدين لما رحنا كوتوكو هناك، ولما غلسوا علينا، ولما اشتدوا علينا وعملوا لنا مشاكل، لكن كنا رجاله وعملنا ماتش كبير جدا. واعتقد ان يوم تاريخي، لان دي كانت اول بطوله افريقيه للنادي الاهلي سنه 82. انا سجلت 23 هدف مع النادي الاهلي، كل هدف بجيبه واسعد بيه الجمهور ما نسوي يعني، ده لحد دلوقتي معلم علي. حتى لما انا بطلت، اكيد ان انا اكيد مش عاوز ابطل، عشان عاوز استمر مع الكيان، عاوز ان انا، لكن احترمت رغبه رئيس مجلس اداره النادي كاب صالح، واحترمت رغبه ان الكيان لازم نحافظ عليه وسنه الحياه واجيال متواصله مع بعض. رسالتي لجمهور النادي الاهلي، محدش خاف على الكيان ابدا، كان هيفضل هو اللي في المقدمه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم العمل والاجتهاد والإخلاص والرغبة والإصرار والإرادة والالتزام والحب. ده شعار أسرة النادي الأهلي. كل الشكر والتقدير طبعا للإدارة، وكل الشكر والتقدير لجمهور الأهلي اللي بنحبه ونحترمه ونقدره. ودايما أتمنى من كل قلبي أن النادي الأهلي يبقى في المقدمة، النادي الأهلي يسعد جمهوره، النادي الأهلي دايما ياخد بطولات، النادي الأهلي يبقى يفضل كبير ويفضل كبير، وهو كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم أبناء المخلصين. وكل التوفيق للكيان الكبير، وربنا يحفظه دايما يا رب.